أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع في أجندة الساعة. في حلقة اليوم نناقش الجدل بشأن التمثيل السياسي للمرأة وحملة حقنا كامل ما بنجامل. أرحب بضيوفي داخل الأستوديو: الدكتورة رندا عبيد، عضوة اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي السوداني وعضوة حملة حقنا كامل ما بنجامل. مرحبا دكتورة. مرحبا بكم ومرحبا بكل المشاهدين. أيضا يمتد ترحيبي بالأستاذة زينب بدر الدين، عضوة مبادرة لا لقهر النساء وعضوة حملة حقنا كامل ما بنجامل. مرحبا أستاذ زينب. مرحبا بكم وشكرا للاستضافة، ونتمنى أنه نقدر يعني نجاوب على كل التساؤلات الواردة في أثاركم وأثار المشاهدين إن شاء الله. أيضا أرحب بالبروفيسور حيدر الصافي، عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. مرحبا بروف. أهلا بك، شكرا لك، حلقة ناجحة. شايف الجندر ذكر ابنك آخر ذو بس شايل حق أكثر من حقهم كذا. طيب مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة في أجندة الساعة للحديث عن الجدل بشأن التمثيل السياسي للمرأة الذي صاحب تكوين الولاء المدنيين مؤخرا، وأيضا على وقع هذه الأحداث خرجت حملة حقنا كامل ما بنجامل للحديث عن هذه الموضوعات وغيرها. أرحب بالجميع وأبدأ معك بروفيسور حيدر الصافي. بروف، يعني كيف يتم اختيار الولاء المدنيين في قوى الحرية والتغيير؟ طيب شكرا جزيلا. الولاء المدنيين تم تصعيد من الأجسام التنسيقية في الولايات اللي هي بتعبر عن ولاياته، وجات مجموعة من الأسماء، وكل في ولاية مثلا في دارفور جابت زول واحد، وفي ولاية جابت 11 مثلا. مرات حصلت صراعات في التنسيقيات تجي أكثر من لستة، في ناس جابوا ثلاثة، لكن المهم في خلاصة الأمر إنهم صعدوا من ولاياتهم ورسلوا السيرة الذاتية بتاعتهم في قضايا الحرية والتغيير. رسلت اللجنة التنسيقية مشت عملت يعني بعض المصالحات أو كده في بعض الولايات، وجات الأجسام كلها قعدوا قاعدة طويلة، كان في لجنة سباعية فرزت الأسماء دي وعدت ترتيبها وجابت الورق للاجتماع المجلس المركزي، كان ممثل فيه كل القوى السبعة، يعني المهنيين، الأجسام الثانية هو الإجماع، نداء السودان، كل الإجماع. فتم اختيار الأسماء أو وضع ترتيب لها، ورفعت لصيد رئيس مجلس الوزراء. في الفترة دي رئيس مجلس الوزراء حصل ثاني احتجاج، رغم أنه الأخوان في المهنيين كانوا موجودين عندهم 5 ممثلين ورشحوا مع الناس، لكن قاموا جابوا اعتراض على والي الخرطوم. بعد ذاك جاءت حزب الأمة برضو قام جاب اعتراض. فدي بعيد من تحليل الموقف السياسي في الحدث ده أو ما وراءه، لكن في مصخره إنه كأنه أبدى نوع من الانشقاق للمكونات بتاعة الحرية والتغيير، أو نقص عما تعاهدوا عليه ورفعوه للسيد رئيس مجلس الوزراء. نعم. فالسيد رئيس مجلس الوزراء طلب إنه الناس يعملوا بعض التعديلات. فنحن في الجسم بتاع الحرية والتغيير كتبنا خطاب وقلنا الأمر ده أمر دستوري، نحن كل الورق اللي جا من الولايات يعني الرو داتا ذاتها شيلنا سلمناه له، وقلنا يا أخي أنت من حقك تعمل تشيل الدر تشيله وتبعد بقرار خاص بمجلس الوزراء، كون له لجنة عنده هناك، وحسب ما أعلن في الإعلام إنه عمل استشارات على مستوى واسع، وفي النهاية أعلن الليستة بتاعته. لما طلعت وجدت فيها كثير من الاختيارات اللي كانت تمت داخل المجلس المركزي، هو غير تقريبا زي 4 ولا كده، واحد منهم الزول ممكن يجيوه بعدين بتاع جنوب دارفور وافتكر الشمالية وكده، تقريبا دول الخطوات اللي حصلت. نعم. طيب يعني أفهم من حديثك بروف بأن قوى الحرية والتغيير وممثليها في الولايات أو ممثلوها في الولايات لم يرفعوا أسماء نساء لي شغل مناصب الأولى؟ أفتكر أنا لو ما عندك لو أدتني دقيقتين لمصلحة النقاش خليني أقول لك الحرية والتغيير دي شنو، على أساس أنه يتبنى على النقاش. يعني هي كتلة من المتناقضات السياسية في أقصى اليمين وفي أقصى اليسار،
وهي ما توافقت عليه من قبل انضغاط النظام اسقاط النظام ثم إقامة نظام ديمقراطي. فالحمولة التوافقية دي أفرقت بإسقاط النظام وكتابة الوثيقة واختيار المجلس المركزي أو اختيار مجلس الوزراء والمجلس السيادي. فالطاقة حمولة السياسية دي أفرغت خلتها في وضع ممكن تستقل بأجندة سياسية. يعني الحزب الصوته عالي ممكن يستغل جسم الحرية والتغيير لأنه بقت ما متوافق عليه أفرق. وده السبب اللي خلاهم هم الآن يبحثوا عن المؤتمر أو المحاولات الإصلاح لأنه ما متفق عليه أنجز. ولو نختاروا المجلس التشريعي بتكون الحرية والتغيير يعني أفرغت حمولتي في كل المكونات السياسية، فهي حتقعد عشان تناقب المجلس التشريعي ولا تتوافق على صورة جديدة. من المعنى ده الحرية والتغيير ما جسم متسق، متسق في موقفه في إسقاط النظام في دخولهم للسجون في الوثيقة الكتل، لكن هو ما موقف واحد لأنه فيه أقصى اليمين وفيه أقصى اليسار. ولعل النقيضين بين اليمين واليسار شيء كثير من الإرباك اللي بيحصل في الحرية والتغيير بيكون نتيجة للصراعات المستبطنة داخل هذا الجسم. ولذلك الناس اللي بيجوا من الولايات ما بيعبروا عن الحرية والتغيير. الضغوط الموجودة في الولاية مثلا ولاية فيها أغلبية بتاعت حزب الأمة بيكون والتنسيقية دي ما أنشأت الحرية والتغيير. الحرية والتغيير هي الحرية والتغيير والحكومة دي كلها يعني فرض الواقع. الثورة دي قامت قبل ما تكون في حرية والتغيير، لما قامت في عبرة، لما جاءت التنسيقية وتجمع المهنيين نظمة الولايات نظمت نفسها بنفس القدر. يعني ما مستولدة من جسم الحرية والتغيير التنسيقيات الموجودة في الولايات، لكن الراهن الموجود في الولاية المعينة هو اللي بيتحكم في القرار. نعم، سأعود لهذه النقطة بالتحديد، ولكن يعني توجه بالسؤال للدكتور رندام. دكتور رندام، أنت عضو في حملة حقنا كامل ما بنجامل، ما هي أهداف هذه الحملة ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ طيب، الحملة دي يمكن من أول يوم خطت هدفها الواضح في المشاركة السياسية العادلة والفعالة للمرأة السودانية في كافة هياكل ومستويات السلطة. ماذا تقصدي بالعادلة والفعالة؟ أنا بقصد بكده إنه ده على النقيض من الكلمة اللي أنت استعملتها مرتين في المقدمة بتاعتك اللي هي تمثيل النساء. نعم. إحنا لا نطمح لتمثيل النساء، لأنه تمثيل ده معناه أنت ممكن تجيب مثلا 20 تفاحة خضراء وتخط قصادهم تفاحة حمراء وده بيبقى تمثلت التفاحات الحمراء، وده ما إحنا دايرينه. إحنا دايرين مشاركة، والتشارك بيختلف تماما عن التمثيل. المشاركة معناها إحنا على قدم المساواة وأنداد في الفرص اللي بتتاح لنا عشان نتولى المناصب المحددة في هياكل ومستويات السلطة. ده الهدف الأساسي. بدأت الحملة من جامعة الخرطوم، كان في لقاء البناء الوطني إذا ده الاسم، وابتدروا الفاعلات في العمل النسوي أو العمل النسائي حملة، لأنه كان في الزمن ده بدأت تطلع التسريبات بتاعت الليستة بتاعت المرشحين للولاء المدنيين، وكانت ليستة فيها 18 رجل. والموقف ده على الإطلاق ما كان موقف مرضي للجماهير الحركة النسائية السودانية. اتفقا النساء من جامعة الخرطوم على عمل حملة كبيرة بيشاركوا فيها الأجسام النسائية والمنظومات المناصرة لقضايا المرأة من أجل إعطاء المستحق أصلا بالضرورة، يعني والمطالبة بما هو مستحق، يعني ما مطالبة بمنحة ولا كده من الحكومة ولا من قوى الحرية والتغيير. الفاعلين في مستوى الدفع بالمرشحين والمرشحات للوظائف في فترة الانتقال. يعني الحملة بدت من هنا، وبعد ذاك تواصلت بصراحة بطريقة إحنا ذاتنا ما كنا متخيلين الصدى الواسع اللي حتلقاه. تدافعت المجموعات النسائية والمنظومات الحقوقية لأنها توقع على المسودة الأولية بتاعت حملة حقنا كامل. وصلنا حاليا ل 64 منظمة، بالإضافة لنساء ورجال مستقلين عندهم مكانتهم الوطنية في السودان. الحملة قامت بعدد من النشاطات، منها مؤتمرين صحفيين، الأول كان للإعلان عن الحملة نفسها، والثاني للتعريف بباقي الخطوات اللي هتعملها الحملة.
قمنا بقيادة موكب من المجلس التشريعي وحتى رئاسة مجلس الوزراء لتسليم مذكرة الأجسام المنضوية داخل حملة حقنا كامل، وبتتواصل الفعاليات بتاعتنا. لسه عندنا مجموعة بتاعت نشاطات أنا حتعرض لها وزميلتي أستاذة زينب في بقية نقاط الحوار إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أستاذة زينب، أنت عضوة في مبادرة لأهل قهر النساء وفي هذه الحملة، حملة حقنا كامل ما بين جامل، قوى الحرية والتغيير، يعني دفعت بواليتين لشمالية ونهر النيل، إذن على ماذا الاعتراض يعني؟ في البداية بثمن بشدة اختيار واليتين، ودي حقيقة لأول مرة تحصل في تاريخ السودان الحديث إنه يتم اختيار حاكمات للولايات نساء. نحن بندعمهم بشدة وبنتمنى إنه نجاحهم يكون دافع ومقنع للناس اللي يعني عندهم لسه ذهنية بتاعت إنه النساء ما بيقدروا على الأعمال الإدارية، والحقيقة المثبت غير ذلك بالنسبة للسودانيات بصورة عامة. لماذا؟ لأنه نحن ما مطالبين بتمثيل صوري، 2 من 18 ده تمثيل صوري. المشاركة بتاعت المرأة في الثورة ما كانت مشاركة، ما كان تمثيل صوري، ما كانوا ممثلات لجهات هم شاركوا في الثورة. وأنا ما بتكلم عن الثورة بديسمبر 2018، أنا بتكلم عن الثورة اللي بدت منذ الانقلاب. النساء موجودات دائما في المقدمة ودائما هم المبادرات، بدليل انه يعني يمكن لال قهر النساء تكونت في 2009. من 2009 الحراك بتاع لال قهر النساء جمع حوله مجموعات نسوية ومجموعات حزبية رجال ونساء، وكانوا دائما مبادرات ومصادمات، ويتعرضوا للاعتقالات، يتعرضوا للضرب، يتعرضوا للسجون وغيره. يمكن القشة التي قسم الزهر البعير كانت ديسمبر 2018، اللي هي كانت خلاص الحراك الثوري وصل الانفجار اللي خلى كل الناس تطلع للشارع. كل الناس دي، ست البيت العاملة، ست الشاي، بايعة الأطعمة، الموظفات، كل القطاعات. لكن قبل ديل كان الحراك الثوري ده حركون نساء في معسكرات النزوح، والنساء في معسكرات النزوح دورهم كان فاعل برضو، إذا ما كان أكبر ما كان أقل من دور الرجال، خاصة لو قلنا إنه الرجال في المناطق بتحت الحروب معظمهم بيكونوا انخرطوا في الحروب، والمعسكرات دي معظمها نساء، فهنا انقادنا الثورة في المناطق بتحت النزاعات، هنا انقادنا الثورة في أطراف المدن. يعني الدور اللي لعبوه ستات الشاي وبائعات الأطعمة في كل المدن السودانية كان دور كبير جدا جدا في إجعال الثورة دي، لأنهم عندهم قضايا حقيقية. لا قعدات تلفتن لأنه القضايا دي قضايا حزب، ولا قعدات تجرن، ولا إنه يسجلن في أحزاب عشان الأحزاب دي عبرا عن نفسهن، عبرا عن احتياجاتهن. وكانت المجموعات النسوية كلها أكثر تفاعلا من كل الأحزاب السياسية مع حركات النساء في الهامش وفي مناطق النزوح. ما في يعني لو جيت تكلمت عن حراك يمكن كان قوي جدا، صائدة البومبان رفقة، ما أظن في زول لزاها ولا دعمها، بالعكس الشباب حولها كانوا بينذروا فيها في انه دي خطوره وهي بتشيل البومبان وبتجدعه. نعم، ولكن استاذه زينب انت تتحدثين عن حراك يعني
كبير وملموس للمرأة في الثورة السودانية. جداً. هذا الحراك حراك يعني لا يعدو كونه حراك يعني أملته الظروف وكذا. ليس هناك أجسام تنظم هذه يعني المجموعات النسائية وتطالب بحقهن في النهاية. يعني قوى الحرية والتغيير في الغالب مكونات أحزاب سياسية، والنساء يعني هن بعيدات عن السياسة وعن التمثيل السياسي وعن يعني تسنم سدة الرئاسة في الأحزاب السياسية. والله طبعا النساء ما بعيدات عن الفعل السياسي، مش بالضرورة يكونوا مسجلات في أحزاب. دم الفعل السياسي، الفعل السياسي هو الحراك اللي هم متحركينه، المطالبات، المحاكمات، رفع القضايا، ده كله حراك سياسي. القضايا الاقتصادية اللي بتمسهن اللي هم بيخرجن من أجلها، ده حراك سياسي. ما بالضرورة أكون عضو في حزب عشان أقول أنا الحراك السياسي. هو الحرية والتغيير يمكن ما كل الناس هي ما سمحت أصلاً وقفلت على أجسام محددة. أنا كنت عايزة أرجع للأستاذ حيدر يوضح لنا السبعة أجسام دي منه، لكن كده خلينا أكمل كلامي في الحتة دي. لا ندعي إننا بنمثل نساء السودان بأي حال من الأحوال، لكن ندعي إننا بنتكلم عن قضايا بتخص نساء السودان. ونساء السودان في كل المناطق عندهن أجسام، حتى لو كانت على مستوى اللجنة الشعبية في الحي، على مستوى لجنة المعسكر في معسكر النازحين، في أجسام نسائية كثيرة جدا. وكل الأجسام دي سياسية لأنها كلها الأهداف بتاعتها معالجة أوضاع اقتصادية، معالجة أوضاع سكن، معالجة أوضاع أراضي، معالجة أوضاع زراعة، ودي كلها قضايا اقتصادية. أي الأحزاب بتعبر، وبعدين الأحزاب ذاتها ما بتمثل كل الـ 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 النساء أو الرجال. أي نعم، هي الأحزاب مهمة وأساسية وهي قيادة للحراك، لكن قوى الحرية والتغيير يعني حقيقة ارتكبت خطأ جسيم جدا جدا بأنها استبعدت النساء وعن قصد. نعم. ما صدفة. نعم. طيب بروف حيدر، يعني أستاذة زينب تتحدث عن يعني جهود كبيرة ونضال طويل للمرأة السودانية مرورا يعني بكل الحقب والتاريخ الطويل ده، وصولا لتغيير المنشور. يعني لماذا تم اختيار وليتين فقط؟ لماذا لم يكون مثلا 8 أو 10 أو 7؟ هي القصة، أنا أتفق مع أستاذ زينب، وأنا حتى يعني لما مرة رحت وغلت أو استدعيت كان لفترة شهر، كان زوجتي الاثنين أنا وزوجتي بيكون بقبلنا على الحيطة، يعني عارفين المشاهدة مشاركة الناس دي مسألة معلومة. لكن أنت عايل للآلية اللي هي بتختار، وده سأل السؤال جيد جدا في أنه ليه 7 أجسام. الوثيقة الدستورية لما مرت، أنا اللي هو أخونا أيمن بحيوه السوال الخرطوم، كان في سرية، ونحن تحركنا من اجتماع في دار الحزب الشيوعي ومشينا لاجتماع بالمسا في دار المؤتمر السوداني، وكنا اللي هو الأحزاب المعروفة دي خاصة قوى الإجماع كان بارزة. فالمكونات بتاعت قوى الإجماع نداء السودان كده الأحزاب المعروفة دي، كنا عندنا تنظيم اسمه منسم، وكانوا الناس قوالي اختاروا ممثلين نوم. حتى أتذكر أنا استغربت لما جو ناس الوثيقة يمرروا الوثيقة بتاعت المهنيين، فأنا ضربت لأخونا الخطيب وبحيوه من هنا، فقلت له نحن متفقين، قال لي نحن رأينا كلنا نوقع مع القضية بتاعت المهنيين ونمشي بها لقدام وكده. فرسلوا لي، لقيت أنا الموقعين في الوثيقة إنه في المهنيين وقوى الإجماع نداء السودان والاتحاد المعارض، فأنا وقعتها رقم 5 ووصفت لأيمن المكتب بتاع بروفيسور جلال ومشي ليه ووقع، وبالليل ده قبضنا، وبكل أسف لقينا الوثيقة دي اللي وقعنا منها في صورة موجودة داخل الجهاز. لما طلعنا منها لقينا صورة غريبة، لقينا 4 مكونات دي ومعها القوى المدنية رقم 5، ولقينا الحزب الجمهوري ما فيه، ولقينا تيار الوسط ما فيه بالوضع التراتبي. نعم. يعني لو قالوا الحرية والتغيير إذا تكون من 4 كتل ما كان بيكون في احتراط، نقول خلاص ده الوضع اللي اختار. لكن إنه أنت كتلة وقحت ودفعت الثمن وقعدت 3 شهور تلقي اسمك ما في، المهم بعد صراعات تجيلة قالوا الحزب الجمهوري ده حزب، هو تيار الوسط ده الأحزاب ونحن كتل،
فقلت لهم انتوا لو جبتوا الوثيقه ما قلتوا توقع احزاب ولا قلت ان احنا بيبيز دفعنا نفس الثمن اللي دفعتوه انتوا؟ ثم ثانيا ان احنا حريصين لان النظام السابق الحزب الوحيد الرفض يسجله هو الحزب الجمهوري، وبالتالي نحن حزب ما سياسي بالمعنى اللي بيبحث عن المقاصد او المناسب. طوالي طلعنا بيان اننا ما حنشارك في مستوطن السلطه كلها كده. الاحزاب دي الكتل دي لابد انه تعرف انه جواها في قوه، يعني مثلا في المجلس المركزي المهنيين عندهم 5 مقاعد لانه بيجي تصويت، والنداء السودان 5 مقاعد وقوى الاجماع 5 مقاعد، دي ال 15 من 23 اي قرار بيمشي لانه عنده 15 صوت. بعد ده بيجوا الاتحاد المعارض 3 والقوى المدنيه 3، حزب الجمهور عنده صوت، التيار الوسط عنده صوت. فالشكل البر هو المركز الحريه والتغيير، لكن فيه القوه المؤثره في قراراته المنبعثه من الكتل دي، يعني هو الاجماع، الحزب الشيوعي، البعثيين، عنده القوه والباورفول، ودي نحن شفناها. يعني حتى الوثيق اللي بيتكلم، وانا كنت عضو في لجنه التفاوض، لكن ما بنفاوض الا بالحد الادنى والاعلى اللي بتضعه لنا المكونات دي لما تيجي تقعد. واذكر نحن مره للاعلان السياسي عايزين نوقع، قالوا القوى الاجماع ونداء السودان قالوا ما نوقع، وشلنا ورقه، يعني جينا وشو جابوا مستشارين ومن كله كده غيروا الصيغه، يعني ما تم التفاوض عليه وطلعت في الوثيقه دي عباره عن مخرجات هذه الكتل السياسيه. فقفلوها في 5، ده تقريبا اللي حصل، قفلوها في 5، ونحن قلنا لو قفلوها في 5 نحن الخامس. فقاموا قالوا خلاص يضيفوا الحزب الجمهوري، طالما هو ما منافس في سلطة وطالما هو صوت واحد ما فارق مع القوة المكونة من 5. تيار الوسط برضه جاء ضغط ويسخر ان المسألة، قال لو الأحزاب وصلت في الضغوط قد كان المجموع يكون أكثر من كده بكثير. نعم. طيب بنتواصل في حديث اليوم، في حديث أو أجندة الساعة، نتابع جزء من الاستطلاع لعدد من النساء حول مشاركة المرأة في الحكم. يمكن وعد المرأة بالتمثيل لـ40 في المية. نحن يمكن ما راضين عن القسمة دي، لكن حتى في الفترة الجاية إن شاء الله، هي ما اتنفذت أصلا في الفترة الجاية بإذن الله تعالى، يعني يمكن حتى النساء المشاركين من ضمن الحرية والتغيير أو من لجان المقاومة أو في الثورة ما عندهم يعني خبرة سياسية، لكن ده ما بيمنع إنه يكون في مشاركة للمرأة في الفترة الجاية بإذن الله تعالى. حتى يمكن الناس بتقول نحن محتاجين للخبرة عشان في العمل السياسي، أنا بقول لهم عمل سياسي ما محتاج لخبرة، أنت بتستفيد من الخبرة الناجحة، فأنت ممكن تنجح يعني الأفكار. نحن لما نضخ دماء جديدة بأفكار جديدة أكيد حيكون في تغيير، وقد يعني ودي سنة الحياة إنه يكون في تغيير. فإذا كان في دماء جديدة وأفكار جديدة طرحت في الفترة الجاية بإذن الله تعالى أكيد حيكون في تغيير، وأنا متفائلة جدا إنه يعني المرأة حيكون لها دور كبير في تقدم البلد بإذن الله تعالى. وحتى يمكن يعني بيقول وراء كل رجل عظيم امرأة، ونحن ما حنكون وراكم لكن حنكون معاكم بإذن الله تعالى، ويدنا على يدكم إن شاء الله حنطور البلد بإذن الله تعالى. وبنطالب تاني بنقول وين النسبة اللي وعدتونا بها 40%، لحد هسه ما شفنا اي حاجه. حقيقه مشاركه المراه السودانيه مشاركه قديمه جدا، من حوالي 170 قبل الميلاد المراه النوبيه او الكوشيه كانت حاكمه وكانت قائده للجيوش وكانت ترث العرش عن ابيها. بالنسبه لنا نحن كنساء عضوات في الاتحاد النسائي، وانا كعضوه في الاتحاد النسائي كتنظيم طليعي تقدمي، نحن ما شايفين أي غرابة في أنه تحكم أي منطقة من مناطق السودان حاكمة سودانية أيا كان جنسها أو لونها أو قبيلتها. يعني الموضوع بالنسبة لنا ده حق طبيعي جدا، لكن نحن هو حق فعلا، لكن بنطالب بأنه حتى الحق يجب أن لا يكون محاصصة، يجب الحق أن يكون على أساس الكفاءة. يعني بالواضح حتى المنصب أيا كان المرأة
لما تتبوى هذا المنصب يجب انه ما يكون جايبه لنا حزبه على اساس المحاصصه، لانه بعض الاحزاب هناك بيكون فيها ما نساء، ما فيها نساء كثيرات، يعني ممكن منصب محدد يجيب لك سيده وقد تكون غير مناسبه لهذا المنصب. عشان كده من العداله ومن الامانه والاخلاق انه المناصب لا تكون على اساس المحاصصه ولكن على اساس الكفاءه، يعني حتى المراه نحن ما بنطالب بحقنا بدون معيار الكفاءه، يجب ان يسود معيار الكفاءه. احنا يعني نتمنى انه المراه تكون في كل موقع، في كل مواقع اتخاذ القرار، والتجربه خير برهان. نحن لا يعني ما بندافع عن باطل، وانما الواقع هو اللي بعدين بيفرض الحقيقه. ولكن يعني نتمنى انه يعني كل النساء ياخذوا حقوقهم كامله في كافه نواحي الحياه. والحمد لله كل المنظمات النسائيه الان بما فيها الاتحاد النسائي بيزعوا سعي حسيس لتغيير وتعديل القوانين اللي كانت مكبله للمراه ولحريه المراه واللي انتقصت من حقوق المراه. ونتمنى انه احنا في الاتحاد النسائي بالتعاون مع كافة المنظمات النسائية إنه ندي المرأة حقوقها كاملة، ونحن نقف من خلف النساء جميعا لأداء دور بغض النظر عن توجهاتهم وبغض النظر عن يعني مواقعهم الجغرافية. نحن كلنا مع بعض نساء نأدي دورنا بإيجابية خلف الوالية وخلف الدولة. الحقيقة أنا في البداية بهني الدكتورة آمنة على المنصب اللي هي بتستاهله، وكل النساء ونحن بنحشم إنه يعني نلقى أكتر من كده، يعني اثنين ذاته نحن ما 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 كفاية بالنسبة لنا. في كان احتراض عن إنه الوالية تكون امرأة ليه من خاصة من الرجال، أنا بفكر إنه ما في غضاضة يعني إنه تكون هناك. اسمعنا اسمعنا لما بيت قاضية الناس ما احتجت. الحساس والحساس الحاجة اللي أثلجت صدرنا إنه السيد حمدوق عين اثنين واليات اللي هي والية نهر النيل ووالية الشمالية، وده شيء يزعجنا جدا جدا إنه المرأة وجدت مكان في هذه الثورة. ونحن يعني بنقول انه نحن مع الواليه في كل شيء، يعني نحن حنقيف معاها ونساعدها ونعضد الجهود اللي بتبذلها، وعندنا مذكره ان شاء الله حنحاول نوديها لها. نحن تطرقنا فيها لكل السلبيات الموجوده في في الولايه ووضعنا الحلول، يعني مش تطرقنا للسلبيات بس، نحن وضعنا لكل شيء حل. يعني نحن نريد لهذه المرأة أن تنجح، ويزعدنا إنها تنجح، وده ما بكون النجاح ما بكون بإنها هي تكون براها. يعني كم من جديد تابعنا جزء من الاستطلاع حول مشاركة المرأة في يعني مستويات الحكم المختلفة وتحديدا كولات للولايات. دكتورة ريندا، يعني بروف حيدر يتحدث عن يعني عن كثير من 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 من, من الإشكالات التي تواجه هذه الأجسام المختلفة أو المتنافر، يعني أجسام من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، وكانت هذه الأجسام قد تواطأت واتفقت على هدف محدد وهو إسقاط النظام بالتوقيع على الوثيقة الدستورية، يعني زال هذا الهدف. والآن هذه الأجسام يعني تعمل مع 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 ضعف أيضا في ضعف كبير جدا في 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 الرابط ما فيما بينها. أنا أود أن أتساءل كيف ستتعاملون في القضايا التي لم يتم الفصل فيها والبت فيها عن طريق الوثيقة الدستورية. الوثيقة الدستورية تحدثت عن 40% لتمثيل النساء في المجلس التشريعي والبرلمان وأغفلت ما عداها. أنا سأعود إلى الإجابة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد دكتورة رندا، كيف تردين على هذا السؤال؟
طيب قبل ما أرد على السؤال أنا بس عندي نقطتين سريعات حامشي فيهم سريع فيما تناولناه. يعني الحاجة الأولى إنه دائما إحنا بنتكلم عن مشاركة المرأة السودانية في الثورة من 89 زي ما ذكرت الأستاذة ولغاية سقوط النظام. وإحنا لما بنتكلم عن الموضوع ده وطوال بنربطه بالمشاركة السياسية لا نعني إنه يكون ده هدية النساء لمشاركته ولا للمزايدة السياسية، لكن إحنا بننظر للفعل الثوري اللي تم ما قبل إسقاط النظام على اعتباره إنه فعل بيوري المهارات الإدارية والقيادية والميدانية للمرأة السودانية شاركت على مستوى على كل المستويات دي. يعني إحنا كلنا بنعلم إنه في ثورة ديسمبر المجيدة النساء ما كانوا هم بس الفاعلات على مستوى الشارع، لكن كان عندهم أدوار كثيرة بتوري قدراتهم على قيادة الفعل والاستمرار فيه، عندهم المهارات اللازمة للفعل ده. وإحنا بنستشهد بالثورة المجيدة على اعتبار إنه إحنا نساء قادرات على المناصب المختلفة. يعني الموضوع ما مزايدة، يعني إنه إحنا شاركنا بالثورة دون حقنا نو. إحنا ماذا بعد يعني القدرة؟ أيوة إحنا بنتكلم عن القدرة على أساس إنه ده برضو ده كلام ده مهم بيمشي في اتجاه إنه شنو المعايير لاختيار المرشحين والمرشحات للوظائف المختلفة. يعني إحنا في ظل عدم وجود معايير واضحة تم نشرها يعني للسودانيين بخصوص منو اللي بيختاروه للمنصب المعين من قبل الجهة اللي بتقدم المرشحين قوى الحرية والتغيير ولا حتى من قبل الحكومة. حتى في موضوع الولاء لحد الآن ما تم نشر معايير محددة إحنا ذاتنا نقدر نبني عليها حكمنا على إنه المرشحين أو الولاة تم تعيينهم دي هم بيوفوا بالمعايير دي ولا لا. من الذي ينشر هذه المعايير أو يحدد هذه المعايير؟ نحن نتوقع إنه الجهة اللي بتدفع بالمرشحين والمرشحات للمنصب المحدد من باب أولى إنها قبل ما تحدد الشخص اللي بيملى الوظيفة المعينة إنها تحدد المعايير بتاعة الوظيفة، ثم بعد ذلك بيجوا المرشحين المناسبين مع هذه المعايير إذا إحنا بنتكلم عن مناسبية وكفاءة للوظائف المحددة. طيب فأنا بقول إنه إحنا عندنا قدرات على حسب ما نعلم أو على حسب ما نضعه نحن كمجموعات نسائية للشروط اللي إحنا نتوقع إنها هي مفترض تستوفيها النساء. نعم. طيب دكتور ردة، بعد هذه الشروط وهذه القدرة التي تحدثين عنها لم تمثل المرأة إلا بواليتين. نعم. يعني كيف تتعاملون مع الوضع في ظل غياب نصوص في الوثيقة الدستورية؟ الوثيقة الدستورية تتحدث عن 40% لمشاركة المرأة تحديدا في 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 في, في المجلس التشريعي. نعم. الوثيقة الدستورية تكلمت بوضوح عن 40% مقاعد مخصصة للنساء في المجلس التشريعي زي ما ذكرتها، لكن الوثيقة الدستورية ذاتها فيها مواد تانية بتتكلم عن تعزيز أوضاع النساء السياسية والاقتصادية والاجتماعية. طيب. ونحن نعلم إنه تعزيز أوضاع النساء السياسية يعني فيما يعنيه المشاركة الفاعلة للمرأة السودانية لملء المناصب بتاعت هياكل ومستويات السلطة. برضو الوثيقة تكلمت عن إنه إحنا بنلتزم بكل المعاهدات والاتفاقيات العالمية السابقة اللي تم توقيعها من قبل الدولة، والاتفاقيات دي برضو كلنا بنعلم إنه هي بتتكلم بشكل واضح عن ضرورة المشاركة السياسية للمرأة السودانية. فالموضوع ما بس 40% بتاعة المجلس التشريعي، إحنا بنتكلم عن كل هياكل ومستويات السلطة على اعتبار إنه استحقاق موجود جوا الوثيقة الدستورية بالمادتين اللي أنا ذكرتها. طيب المادتين ما حددت، لم تحدد يعني مشاركة بأرقام. نعم. محددة، ويعني هذا ما أعطى يعني قوى الحرية والتغيير إنها يعني تديكم مشاركتين أو واليتين للمشاركة. نعم. هو ده ما ذاته أنا في رأيي إنه عطب مفاهيمي، يعني إنه إذا إحنا بنتكلم عن تعزيز أوضاع النساء السياسية بمعنى مشاركتهم السياسية بنتفاجأ بعد ذاك. والحاجة هو أصلا ما كانوا في واليتين أصلا، اللستة المسربة. وأنا أتمنى أسا بروفيسور حيدر الصافي ورينا إن هي كان حقيقية ولا لا، لأنه كان فيها عدد النساء صفر وده معناها ولا في تعزيز ولا إيفن تمثيل. يعني بعد ذاك لما نجي نشوف إنه 11% من جملة الولاة كانت عبارة عن مقاعد النساء، إحنا بنسمي ده تمثيل، ومن وجهة نظرنا كمنظومات نسائية إحنا بنرفض التمثيل في المناصب ولسه بنصر على المشاركة السياسية. نعم. ولا يعني وجود واليتين أنا أتخيل لي أنه كان ده تجميل لقبيح ما أكثر من كده، بالرغم من أنه أنا برضو بتفق مع أستاذة زينب في الدعم الكامل للسيدتين حاكمات الولايتين
وزي ما شفتوا هسه في الاستطلاع انه الاتحاد النسائي السوداني دفع بمذكره وبيدعمها من هناك فرع الاتحاد النسائي في نهر النيل وحتى في المركز وبرضه والية الشمالية في كل المناحي احنا بندعم دعم لا محدود. وعلى فكرة احنا بندعم كل الولاة الوطنيين اللي تم التوافق عليهم من قبل ولاياتهم بانهم هم يدفعوا بالعملية المدنية والوضع بتاع الانتقال للامام. احنا بندعم كل الولاة يعني. نعم استاذة زينب، يعني بروف حيدر يتحدث عن كتل وأحزاب مكونة لقوى الحرية والتغيير هي التي تتحكم في هذه القرارات وهي التي يعني تعمل وترشح وتصل إلى هذه يعني النقاط أو هذه الأهداف هي التي مسكت. يعني سؤالي، كيف ستتعاملون أنتم مع هذا الواقع؟ ما هي آلياتكم اللي من خلالها ستدفعوا وأنتم بعيدين من الكتل؟ طيب هي على حسب كلامك ممكن أختصره، هي المسكة القلم بيدها وصححت البخش منه والبر منه. أنا بس قبل ما أرد على سؤالك عايز أصحح معلومة قال البروف حيدر. حقيقة التوقيع على الميثاق تم يوم 1 يناير 2019. يمكن البروف حيدر في الوقت ذاك ما كان حاضر، لأنه بروف حيدر لو أنا غلطانة ممكن صححني انضم للوثيقة بعد سقوط عمر البشير يوم 11. كويس؟ معليش ممكن تصححني. لما تم التوقيع، أول توقيع تم للوثيقة لا لقهر النساء كانت نمرة 5 في الموقعين. بعد ذاك حصل يعني تغيير، اتخذت نمرة 7 فليكن نمرة 7. عموما دي يعني حاجة بنتجادل فيها منو الوقع أول منو المهم إنه كلنا نحن موقعين. منو المسك القلم بيده وقرر إنه الكتل النسائية ما تشارك، الكتل الشبابية ما تشارك، الثوار ما يشاركوا، اللجان المطلبية ما تشارك. والغرض شنو في إنه الناس ديل ما يكونوا مشاركين في قوة الحرية والتغيير؟ والغرض اصلا سياسي، ما ممكن يكون جاء بالصدفه. الاستبعاد ده ما كان جاء بالصدفه. استبعاد النساء ديل يعني اشتغلوا له ناس، يعني في شغل تم وسط الحريه والتغيير في انه الكتل النسائيه ما تدخل. كويس؟ اللجان المطلبيه ما تدخل، وديل الناس الشغالين في الشارع، الناس الشغالين تحت، لجان المقاومة ما تدخل. طيب منو انتو؟ انتو منو اللي بتكتبوا اللي بيدخل منو واللي بيمرق منو واللي بيمشي لجنة التفاوض منو؟ شنو بخلي بروف حيدر الصافي يمشي التفاوض وهم يعني حسب علمي من آخر الناس الموقعين، على الأقل من آخر الناس اللي دخلوا جسم الحرية والتغيير، هو يكون مشارك في التفاوض، لكن نحن ما نكون مشاركين في التفاوض للأجسام المطلبية للكتل النسائية لأي شباب. ده لأنه التفاوض أصلا الناس الشايلين القلم وبدخلوا في الناس ديل وسماهن البروف بأنه أجسام 5 5 5 أصلا حاسمين التصويت ديل، هم محددين، هم دايرين يصلوا لوين بالتفاوض ويكفلوا. وده اللي حصل حقيقة. يعني نحن لما كنا في الميدان بنقيف في المنصة وبنقول التفاوض الحاصل ده ما قاعد يعبر عننا، التفاوض الحاصل ده فيه انهزامية، التفاوض الحاصل ده فيه تراخي لقوى للعسكر، ده سبب أساسي في إنه نحن ما نخش كل القوى النسائية. ونحن ما بس لا لقهر النساء والاتحاد النسائي، في قوى نسائية كثيرة جدا جدا شاركت وعندها دور. زي ما قالت الدكتورة، في المسألة ما نحن ما دايرين مكافآت. نعم. نحن دايرين نصل، دايرين نعبر، دايرين نصل لتغيير حقيقي، وده ما بتم بدون مشاركة. نعم. أستاذ زينب دعيني أتساءل، معلش عفوا للمقاطعة، ولكن
يعني هذه الكتل التي تتحدثين عنها الآن أنت تقولين بأنها هي التي استبعدت النساء وحددت من يشارك ومن يعني لا يشارك، يعني في غالبها هي كتل تقدمية، يعني أحزاب هذه الأحزاب في الغالب أحزاب تقدمية، ولا أعتقد أنها يعني ضد يعني تقدم المرأة أو نصرة المرأة أو تعزيز دورها. يعني لا أعتقد، ضل حاصل، ضل حاصل. نحن قدمنا عدة أوراق بتاعت احتجاج من شهر 4، ونحن حصل اقتحمنا اجتماع عشان نحن نشارك في قوى الحرية والتغيير، وده من حقنا، لأنه الناس اللي قاعدين في اجتماع الحرية والتغيير ديل ما في حاجة بتميزهم عننا في أي حاجة، وطردنا. قدمنا عدة وثائق مسجلة وموجودة بنطالب بإننا نشارك في قوى إعلان الحرية والتغيير في الأجسام كلها وفي المجلس المركزي، بل وحددنا رشحنا مرشحاتنا وسميناهم عشان يشاركوا، وتم طردهم عديل كده إنه لا أنتم ما حد شاركوا. وفي حاجات مضحكة جدا. ما حيشاركوا ليه؟ في المبرر محدد في سبب؟ يعني هم ما عندهم مبرر، هم في داخلهم عارفين مبررهم، لكن يعني وصلوا يقولوا لا أنتم كأجسام نسوية ما متفقات، أمشوا اتفقوا تعالوا لنا كتلة واحدة. طيب ما أنتوا تجوا كتلة واحدة، ما تجوا كلكم أنتوا أحزاب ورجال، وشنو إيش معنى نحن النساء ما يكون عندنا خلافات، لكن أنتوا يكون عندكم خلافات؟ شنو اللي بخلي يسمح بخلافات للأحزاب وللرجال وما يسمح بخلافات وسط الأجسام؟ وده حاجة طبيعية أصلاً، أي أجسام في بينات خلافات. ليه في خلاف بين كتلة نداء السودان وتجمع المهنيين والإجماع الوطني؟ ما دي حاجة طبيعية أصلاً، لازم تكون في خلافات، وعشان كده بيقوا هم كتلة نداء السودان وكتلة إجماع وطني. لو ما كده، وعشان كده نحن منسم ولا لظهر النساء واتحاد نسائي وخمسين خمسين وجنوب الحزام كنداكات جنوب الحزام وغيرنا وغيرنا، عشان كده نحن أجسام متعددة، لأنه نحن كل كتلة بتمثل مصالح فئات مختلفة، زي ما هم برضهم يعني كتل. أنا بفتكر إنه في يعني غرض، وتحديدا الناس ديل ما دايرين يهبشوا القضايا الأساسية المجتمعية، وإلا ما اللي هي شنو؟ القضايا الأراضي، قضايا المعيشة، قضايا العقودات بتاعت الأراضي، القضايا الاقتصادية، دي كلها قضايا النساء هم اللي هيفتحوها. اللجان المطلبية الشبابية أو المطلبية، ما بالضرورة تكون شبابية، هي الأساس، سواء كان السدود، كل حاجات مناطق الأراضي، المناطق بتحت النزاعات اللي فيها تعدين، كل الحركات دي، الحركات المطلبية دي أكثر من كم 30 حركة مطلبية، دي هتخليهم يعني يشتغلوا في قضايا أساسية. نحن ما بنتكلم عن إننا نحن دايرين نتمثل يعني لا شو ولا بروبوغندا ولا غيره، نحن دايرين نناقش القضايا بتاعت النساء الأساسية. طيب البنت عشان إنكم تناقشوها، ما نحن قاعدين نناقشها، لكن ما في المواعين دي متخذة القرار. يعني قوة الحرية والتغيير هي المكان الأمثل والمناسب لمناقشة هذه القضايا، لأنه هم هسه مسكوا القرار، وده يبغى الوثيقة، ده يبغى الوثيقة، عشان كده نحن لازم نتمثل فيها، يعني ما بنخليها لهم أصلاً بأي حال من الأحوال. يعني نحن عندنا، أنت بتسأل من الآليات، نحن عندنا آليات مختلفة. ما هي هذه الآليات؟ نحن يجب أن نمثل في كل الأجسام بتاعة الحرية والتغيير. طيب لتمثل حتعمل شنو؟ يجب أن نمثل في اللجان اللي بتختار كل الوظائف، المجلس التشريعي، المفوضيات، كل الوظائف في كل الولايات يجب أن يشاركوا فيها النساء، لأنهم هم الأقدر في أنه يفتحوا المواضيع الحساسة اللي هم لحد الليلة ما ناقشوها. يعني الليلة النازل قاعدين سنة ما ناقشوا القضايا الاقتصادية، حتى المؤتمر الاقتصادي يا
يعني دورونا دورونا ورجعونا لنقطة البداية. أصلا هو قرار، القرار بتاعه نتج نتيجة الصراع حول إنه نحن رافضين أو الشعب كله رافض السياسات بتاعت البنك الدولي. فهو ما قعدوا نقاش، قالوا حيعملوا مؤتمر اقتصادي. وأضيف لك عموما نحن هسه آليتنا، إحنا اتجمعنا كأجسام، اتجمعنا كأجسام لا لغهر النساء، منسم الاتحاد النسائي، حركات المطلبية، عدد من حركات دارفور ومجموعات أخرى. نعم. وقاعدين نضع في خطتنا لتصحيح مسار الحرية والتغيير. نعم. قبلوا بتصحيح المسار، مش هو مش بيمشوا يصححوا براهم، يعملوا لجنة ويصححوا، هم الغلطة وبعدين هم اللي بيصححوا، لا ما كده. نقعد كلنا، خلي الفات نقعد كلنا عشان نصحح المسار ده، وعشان نعيد يعني تحصل إعادة هيكلة لقوى الحرية والتغيير. رضوا رضوا، إذا ما رضوا حين ذلك يعني لكل حدث حدث. حدث طيب حدث. وروف حيدر، يعني هذه الأجسام النسائية تجأر بالشكوى من ظلم قوى الحرية والتغيير، وقوى الحرية والتغيير كتل وأجسام يعني غير متجانسة، وما كان يجمع بينها الآن يعني في أقل يعني على وشك أنه ينتهي. كيف تتم المواءمة ما بين هذه المطالب وما بين يعني هذا الجسم اللي يعبر بهذه المرحلة ولتمثيل الكل؟ يعني أولا خلينا نصحح للأستاذة أنه أي زول هسه متابع يتابع الحلقة دي بيدخل الموقع بتاع تجمع المهنيين وبيلقى الوضع التراتبي بتاع الأحزاب السياسية أو الناس الموقعين بتواريخهم. والحقيقة نحن يوم سقوط النظام ما انضمينا للوثيقة، نحن انضمينا للوثيقة أصلا بواصلة، كان من نداء الخلاص، من نداء الخلاص في السنة اللي قبلها الناس بدوا يتجمعوا وبدوا يشتغلوا. أنا قبل شوية ذكرت اجتماعنا مع ناس الدقير والخطيب، والناس كانوا شغالين ودخلوا السجون. قبل ما ندخل السجون وقعنا، وأنا ذكرت أسماء اللي بغرض التوثيق. أنا لما نقول أيمن خالد والي الخرطوم بيسمع في الكلام، أنا حنكذب في شنو؟ دي ما حقائق يعني. طيب. فماذا نطلق المسائل على هوانا؟ الحاجة الثانية الأزمة بتاعت المشاركة النسوية، أنا كنت أتمنى تمشي بالعمق خارج إطار السرد التاريخي، لأنه الثورة دي ذاتها هي كان رغبة في التغيير، ما كان عندها معرفة بطريقة التغيير. والأزمة القضية بتاعت النساء، أنت لو عاينت للبرلمانات على مستوى العالم على تقدم يعني ممكن الأفريج وصل 20 والأقصى بالتقارير المطالبة بين 20 و25، ما دي ما فيها الحرية والتغيير. لكن القضية بتاعت المرأة دي قضية مربوطة بالمنظومة المجتمعية، والمنظومة المجتمعية لما تعبر عن نفسها في الإطار السياسي هو ده تعبيرها. أنا خليني أقول لك حاجة عشان الأستاذ زينب والدكتور رندو ممكن يعلق عليها. النساء الرجال والنساء على مستوى قبل نحن من تاريخ بدري جدا هم حقوقهم مبخوسة، يعني من 53 المرأة حقها محصور في قانون الأحوال الشخصية ويمارس على هذا المستوى. يعني أنا ما بقدر أذكر ناس بالاسم، لكن كل الذين تزوجوا على كتاب الله وسنة رسوله تزوج المرأة على الربع منه، وبيجوا في الساحة السياسية بمزايدة بتاعت المساواة التامة. يعني الآن نعمات السيدة الرئيسة هي في القانون حق الأحوال الشخصية هي على النصف من الرجل في الشهادة، وهي تعلو أعلى منصب في الجهاز القضائي. أذكر قلت لك بنتي حورة شاركت في الثورة دي بالقصيدة المشهورة بتاعت الليلة تسقط، بس لو من دارت أسافر دبي قالوا لا ما بيسافر إلا يجي محرم. القوانين أساسا منطلقة منا المفاهيم دي هي ما زالت موجودة، ولذلك الثورة الحراك السياسي إذا ما بقى مصحوب بثورة فكرية وبثورة ثقافية عشان تعيد المنظومة المجتمعية وتقدر تعبر عن نفسها بالإطار السياسي والمستوى المطلوب، نحن ما حنقفز ليه قدام. لأنه نحن لما نتكلم عن المرأة ما بنتكلم عن أستاذة زينب أو بنتكلم مثلا عن المجتمع، نحن بالنسبة لنا بنعلم تماما. أنا 89 لما اتزوجت أهلي قربوا ينفضوني لأنه مضيت كونتراكت أديت زوجتي الحد الكامل في 89. المطالبة بالحقوق دي مش قضايا لعب، دي قضايا لو أنت ما عندك لا دوافع ما بتقدر تنجز المهمة.
لما تنجز مهمة. الصراع ما يبدأ بين المرأة والرجل، ده اختصار للقضية، لأنه الزول ما بيدعم قضية المرأة، ما بيدعم قضية بناته ولا أخواته ولا أهله ولا المجتمع بيشي لي قدام. لكن الكلام اللي قالته الدكتورة رندا عن المسألة وفق المواثيق الدولية وفق المعاهدات الدولية، الساعة أنا الصباح ده بقرأ في ورقة ليه الأستاذ المرحوم العالم الجليل الأستاذ نقود، لما نتكلم عن مؤتمر لندن 92 وتكلم عن نيروبي 93 وذكروا إنه النساء يأخذن حقهن كامل في المعاهدات ألا يتعارض مع الدين، ده فين اللي هيتعارض مع الدين؟ لأن المستوى التم فيه التشريع في القرن السابع مش المستوى بتاع القرن 21 أو القرن 20. القضية دي مبعثة مدعومة، أنا داير أقول لك دي نقطة مهمة. طيب. ما أنت لما أنت تناقش لك حاجة ما عندها جذور وما بتبتغي منها ثمار بتبقى في حراك، في حراك كفاية أو حراك دائري ما مثمر. ولذلك أنا داير أقوله نحن مثلا من ناحية سياسية أعلننا موقفنا إننا ما بنتهم بأننا عندنا مناصب سياسية لأننا اعتذرنا عنها كويس، لكن القضية الجمهوري. نعم نعم، لكن القضية الأساسية أنا أقول وأنا شخصيا يعني مش داعم بعاطفة بفكر يعني إنه المسألة دي حتتكرر في المجلس التشريعي، وحتتكرر في المجلس التشريعي مش لأنه دارين يكررها في المجلس التشريعي. أنت تفضلت بسؤال الأستاذة زينب الكلام عن الآلية، ما أنت لما تتكون أي جسم نسوي في النهاية أنت لازم يكون عندك مسمى يا حزب سياسي أو منظمة مجتمع مدني. إذا منظمة المجتمع المدني ممثلة داخل المكون يزيد عدد التمثيل. لكن هسه أنا أتمنى المسألة دي تفتح عشان أوريها في خطأ الآن أنا بعين له زي ما قال أقرع الجايات حيتكرر في المجلس التشريعي وحوريك حتكرر ليه. طيب دكتور رندا يعني أدركنا الوقت يمكن حوالي 5 دقائق على نهاية الحلقة، ولكن يعني معلش أتساءل بس يعني بسرعة لو سمحت يعني الآن دكتور حيدر يتحدث عن إنه الأحزاب المسيطرة على قوى الحرية والتغيير هي التي تحدد يعني وتعمل، إذن الإشكال إشكال يعني إشكال الأحزاب، كيف ستتعاملون مع هذه الأحزاب؟ نعم جبير أنت تطرقت لموضوع مهم اللي هو موضوع النساء داخل الأحزاب، وتكلمت برضو عن رؤية الأحزاب لقضايا النساء وقضايا المشاركة السياسية في مستويات السلطة. وأنا بتفق معاك إنه الأحزاب زائد المكونات الأخرى من تجمع مهنيين وتجمع القوى المدنية اللي هم دول في يدهم القلم حالياً اللي بيشكلوا الحكومة والمناصب يعني. إحنا بالنسبة لنا في حملة حقنا كامل أول حاجة بننفي الشائعة بتاعتي إنه إحنا ندعو النساء الموجودات داخل الأحزاب للاستقالة والخروج من أحزابهن، لأنه إحنا بنتكلم عن دور فاعل للنساء في الفضاء السياسي، وبالتأكيد ما حنقول لهم انسحبوا من الفضاء السياسي عشان نخليه ملك للرجال لوحدهم يعني. حتعمل عشان تكون حزب سياسي مثلا؟ لا لا، احنا بنتكلم عن يعني احنا توافقنا في الحملة على انه احنا نعمل مذكرة تفاهمية بندفع بها لكل الأحزاب السياسية عشان نستوضح مواقفهم ونشوف لمقبل الأيام حيحصل شنو، لأنه زي ما قال البروف إحنا ما خلاص الفات فات يعني، لكن لسه إحنا قدامنا هياكل مستوى السلطة ما اكتملت يعني، ما بس المجلس التشريعي يعني، إحنا عندنا مفوضيات ولجان وحكم محلي اللي هو الوالي ده ما عنده وزراء ولائيين، وفي محليات وغيره، لسه السلطات دي ما اكتملت يعني. وإحنا مواصلين في الضغط بتاعنا ده على الجهتين سواء كانت الحكومة الانتقالية أو قوى الحرية والتغيير في إطار إنه المشاركة دي لازم تكون قاعدة وموجودة ويدون عليها وعود واضحة. إحنا هنصل كل الأحزاب حزب حزب عشان يوضح موقفه أول حاجة السابق وعشان نشوف مواقفه في الخطوات القادمة. نعم يعني. أستاذة زينب، ما يعني مدى جدوى هذا الحديث الذي تتحدث عنه الدكتورة رندا؟ جدوى بدليل الوالدتين اللي هم ما كانوا وارد، الضغط بتاع حملة حقنا كامل ما بيتجامل هو السبب في تعيين الوالدتين، وبالتالي نحن هنستمر في الضغط، هنستمر في الضغط على جميع المستويات بما فيها الأحزاب وعضوات الأحزاب حيشتغلوا في الاتجاه ده. وعايز أقول للبروف المادة 5 في ميثاق أسمرة النساء في جميع الأحزاب طلعت مواثيق واتواثقت ورفضت المادة 5 في ميثاق أسمرة، وكان في ضغوط شديدة هي معلش أنا قصدت ميثاق أسمرة. المهم إنه التغيير بتاع القوانين ده
هو واحدة من الأهداف اللي نحن أصلاً ساقين لأننا نشتغل ونخش عشان نساهم في تغيير القوانين. ما بس القوانين يعني حتى قوانين الخدمة المدنية محتاجة تغيير بحيث إنه يكون فيه إنصاف. يعني نحن قلنا حرية سلام وعدالة لحد هسه نحن عندنا نص حرية لا سلام ولا عدالة. فنحن دايرين نصل لأنه نكمل الشعار بتاع الثورة حرية سلام وعدالة بالمشاركة الكاملة دي العدالة اللي هي ذاتها حتخلق السلام يعني. نعم بروف حيدر يعني بعد اليوم يعني الآلية عشان فعلا فيها خطورة. أنت تكلمت عن نقطة الآلية يعني مثلا الآلية الموضوعة للمجلس التشريعي وفق الوثيقة 40% للنساء لما تقوم تدي حزب مقعد يعني هنا حق المرأة سقط. كيف؟ ليه؟ ما هو واحد ما يبقى مرأة ما سمحتيني هو لو داري من حقه ما أنت تتكلم على وثيقة دستورية وتكلم عن قاعدة أخلاقية وتكلم عن قانون بيحكم العلاقة بين الناس. القانون ده إذا كان في ثلاثة نساء ثلاثة أشخاص أو أربعة بيطلع النسبة بتاعت 40 و60 ده مفهوم في الرياضيات مش كده. لكن لما نيجي زول واحد والحزب يقول له والله لمصلحتي الحزبية أنا داير أقدم صديق يوسف مثلا ما داير أقدم زول ما بتقدر تقول له أنت لو قلت له الوثيقة بتنص يقول لك الوثيقة قالت 40% أنا ما بمتلك العددية اللي بقدر أمثل فيها. الأستاذة زينب المهم في الموضوع ده لما تعيني للحرية والتغيير عيني لأجسام متشاكسة عيني لأنه الناس يعني لو كان كلهم كتلة واحدة حيطلعوا 100 كان حيطلع 40 و60. وأنا أنا أنا كلامي معليش الوثيقة دي حسة اتغيرت بقبول نسبة للحركات المسلحة. أنت تتكلم عن فتح الوثيقة للتغيير لكن انتوا لما ناقشتوا الاربعين ما تغيرت طبعا لسه ما في حاجه بقت اون ذا جراوند ما ده كلام كله التفاوضي لكن ما شاف الاتجاه ده ما شاف الاتجاه انا ما قلت ما ماشي انا قلت الان في 40% بغض النظر عن المدته يعني يا جماعه انا بقول لكم الكلام العملي اللي هو بحل فعله مشكله. انا افتكر انه لابد انا مع انه تتطور الاليه اللي بتمكن الاختيار ده يكون ممكن لانه لو اترك على هذا الوضع والتقسيم تام على هذا الوضع لو حزب عنده ثلاثة بيقول مثلا أو عنده مثلا خمسة بيجيب 2 من النساء 3 من الرجال ده وضع مقبول. لكن الأحزاب دي جوا لمن وزعوا عليها الفرص ما وزعوا عليها ككوتة بتاعت حرية وتغيير اتفتتت. يعني حزب البحث الحزب الشيوعي أي حزب عنده مقعدين أو بالماكسيمم يعني مقعد ممكن يصل لك. لكن يا دكتور ما يعني بروف ما أنا يعني أنا ما نعلمه نحن مش بدافع عنها نعم بقول لك في عيب في الآلية الشيء معلوم بالنسبة لنا وكلنا 40% بعيد عن الأحزاب وال و و لا لا ما احنا بالنسبة لنا الحزبات السياسية ما بعيد من الأحزاب لكل حزب مقعد لكل حزب دارين حق كامل. احنا بالنسبة لنا المجموع بتاع المجلس التشريعي فيه 40% نساء إذا ما حصل كده ده خرق واضح للوثيقة الدستورية ولا نرضى. في دقيقة بروف دقيقة. كيف يمكن لقوى الحرية والتغيير أن تتلافى وتتجنب يعني هذا الإشكال اللي وقعت فيه في عملية اختيار الأولى وتحديدا في 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 المجلس التشريعي ومستويات الحكم الأخرى؟ أنا ما قلتها في البداية كيف أفرغت حمولتها ما عندها فرصة. الكلام اللي أشارت له أستاذ زينب بدون يعني مغاضضة أو زعل إذا جاءت المبادرة من ناس لغاهر النساء ولا جاءت من الحرية والتغيير ولا جاءت من الأجسام المناوية الهدف إنه الجسم ده لازم يعيد تكوينه يعيد ترتيبه عشان الناس يمشوا خطوات لقدام. شكرا جزيلا دكتورة رندا بهيد عضوة اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي السوداني وعضوة حملة حقنا كامل ما بين جامل. شكرا أستاذة زينب بدر الدين عضوة مبادرة لا لقهر النساء مبادرة لا لقهر النساء وعضو حملة حقنا كامل ما بين جامل. والشكر برضو للبروفيسور حيدر الصافي عضو المجلس المركزي لي قوى الحرية والتغيير. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. لكن الدورة الجاية تجيب رجل وامرأة ما تضعون الرجل المستحظ. طيب شكرا طيب شكرا جزيلا. وصلنا إلى ختام مشوار اليوم في أجندة الساعة. الأسبوع القادم أجندة جديدة ومواضيع جديدة حتى جديدة الملتقى عطر. التحية لكم مني محمد خليل الشفا وتحية فريق العمل. إلى اللقاء.